بيبي بيبي عجمات. شكون هاد عيشة هادي اللي كيذكروها؟ هاد عيشة مسكينة ما نعرفش. السلام عليكم يا صحباتي يا خواتاتي يا بنياتي يا وليداتي، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كي درتو مع الصحة؟ كي درتو شوية؟ الله يحفظكم ويستركم وين تجيكم من الآفات، ويحفظكم ويحفظ وليداتكم ويخليكم ديما عاليين غير الفوق الفوق الفوق. اليوم غادي عند بنتي نصورو، جات عندي واحد السيدة كانت مشاركة من ماستر شيف، واليوم راحنا غادي نمشيو عند فاطمة بنتي إن شاء الله نصورو وتابعونا. هانتوما كما تتشوفوا احنا لحقنا عند بنتي، راه ما بعيداش عليا بزاف، نص ساعة ديال الطريق. احنا وصلنا دابا للدار، هذه هي الدار ديال فاطمة بنتي. يلا اهلا سلامتكم. الله يسلمك وين جيك. بسم الله يا بسم الله. اهلا لاباس، كي داير؟ لاباس عليك، لاباس عليك، كلشي مع الصحة؟ كي درتي شوية؟ الله يبارك فيك اولدي، واه غير في الدنيا. لاباس اولدي، ربي يخليك يطول عمرك. لاباس ربي يخليك. هي جات عرفينا بالضيف ديالنا، جات معنا الضيفة ان شاء الله اللي كانت مشاركة في ماستر شيف. احنا لالا امينة. مرحبا بك لالا امينة. الله يبارك فيك، وانا بزاف فرحانه انا جيت عندكم لقناه مربوحه، وبخصوص خالتي حاده الله يطول في عمرها ويخلي صحتها. مرحبا بك اختي. الله يبارك فيك، الله يبارك فيك. وجيت عند لالا حاده لبيت الدعوه ديال الام ديالي، اللي اش غنقول لك 24 ساعه 24 ساعه القناه ديالك محلوله عندنا في الدار. الله يطول عمرها، الله يطول عمرها حبيبه، الله يحفظها وينجيها. كتقول لي سيده بنتي عندهم شاركي معاها وديري معاها شي وصفه، رانا بغيتك نشوفك معاها، وانا هاد النهار جيت عندكم. مرحبا حبيبه، مرحبا. الله يبارك فيك، الله يبارك فيك. الله يجازيك بخير، الله يبارك فيك، الله يبارك فيك. الله يرضي عليك، الله يبارك فيك. وكنظن الناس راه كلها كتعرفني، المشاركه ديال ماستر شاف النسخه الخامسه مدينه فاس، امينه راه غنيه على التعريف. الحمد لله كلشي كيعرفني وكلشي، ومرحبا بيا عندكم. مرحبا 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 بك، مرحبا بك، الله يبارك فيك. يلا شكرا شكرا. الله يلا غبرتي علينا والله. يا ولدها في الدنيا كل ما تشدليش. مرحبا بك لالا امينه. الله يبارك فيك، الله يخطيك. ايوا سي ايوب، والله لا توحشناك. ربي يخليك. هذا النهار اللي قاسم مع لالا حاده وسميره. ترضى حبيبي، الله يبارك الله. الله يبارك فيك. مرحبا بك اختي امينه، الدار داركم. الله يبارك فيك، الله يخطيك. مرحبا بك، الف مرحبا. الله يبارك فيك. مرحبا بكم، نهار كبير هذا. الله يبارك فيك. مرحبا بلالا امينه، 100000 مرحبا. الله يبارك فيك لالا حده، الله يبارك فيك، نهار كبير هذا اللي راني معاك. ربي يخليك حبيبي، يطول عمرك ويحفظك ربي. الله يبارك فيك، خليك صحيحتك ووليداتك. الله يلا توحشكم ولا الله. وكنسلم على الوالده بزاف. يسلم عليها الخير حبيبه، يسلم عليها الخير، الله يخليها لك ويطول. تحيه، راه كتبغيك بزاف بزاف. تحيه ليها، تحيه فاطمه. تحيه لفاطمه مانا امينه. الله يخليك. تحيه ليها، تحيه ليها، تحيه كبيره. لا يخطيك، الله يبارك فيك. دابا بغيت لالا امينات تقدم لي الوصفه ديال الراس، شتها وعجبتني وبغيت تقدمها لي يا لالا امينه. مرحبا، هاد ندير هاد الوصفه ديال الراس، نالت اعجاب كبير بالمشاهدين فاش درتها في ماستر شيف، وكنت خديت عليها النجمه الذهبيه انا والمجموعه ديالي. والصراحه الناس بزاف قالوا لي صيفطي لنا وهذا باش ندير لهم هاد الوصفه دي في الفيسبوك ولا في الانستغرام، ودابا انا كنقدمها للمشاهدين عامه باش ان شاء الله تنال اعجابهم. بسم الله، عندنا الراس ديال الغنمي، حنا دايرين جوج ريوس ولكن كل واحد يدير اللي بغا، واحد ولا جوج لهذا، كلها على قد حاله. على قد حاله. بسم الله بسم الله. تبارك الله اختي امينه، ديال الوصفه اللي قلتي خديتي عليها النجمه الذهبيه ياك؟ اي هذه هي الوصفه اللي بغيت نشارككم فيها ونشارك للمشاهدين، انني خديت فيها النجمه الذهبيه انا والمجموعه ديالي، والناس طلبوني عليها بزاف، ودابا انا كنقدمها لهم ان شاء الله من قناه مربوحه. قلتي اختي امينه شويه البصله، بصله عندي هنايا جوج كبار مشلضين، الثومه ثلاثه ولا اربعه ديال ريوس، عندنا فلفله حمراء، سكينجبير، تبارك الله على لالا امينه. الله يبارك فيك الحاجه، الله يبارك فيك. الابزار،
ملحه ملحه حلا حسب كل واحد حسب كل هواء. الكمون تاهو عندي هنا منزل ولكن ما كنديرش حيت كيطلق المروريه حتى كطيب وعاد كنديرو حتى كتكون كتشرب صافي. شنو درتي دابا؟ المعدنوس والقزبر مربطين، ما كنبغيش نقطعهم باش ما يجيش المرقه ديالو كحله. عندنا الزيت البلديه الوالده. نعم اولدي. انت انت كديري الحب الراسيه اغلبها كتفورها يا الوالده؟ لا اغلبها تنفورو يعني. والماء كنديروا الماء فوق لا حتى تندير حتى انا بحال هكا بحال هاد الطريقه هادي تنديرها. كتجي زوينه ماشي بحال الكرعين. بحال داك الشغل ديال تقريبا غير الراس كيجي تقريبا غير الراس يجي في قليل اللي كيدير هاد الطريقه هادي لان الراس كلشي كيفورو وهاد الطريقه قليل اللي كيدير. هذاك الشيء باش الناس جاتهم عجب كلشي كيقول لك عطيني لا غوسيت لا غوسيت. لا لا امينه اسيدي الوالده ما يقبلوهاش ميستر لا يقبلوا لا يقبلوها ان شاء الله غير تقدم تقبل ان شاء الله هي الاولى تبارك الله. داك الشيء اللي كتحطم يديها واخا كتقدم داك الشيء غير عروبي. لا لا بالعكس داك الشيء اللي هو اللي كيدوم داك الشيء هو اللي زوين وغيبغيوها غير ان شاء الله تقدم للماستر شيف وغادي يقبلوها ان شاء الله بحول الله ان شاء الله. صافي الوالده يا ولدي انا ما كنت تمشيو عيات كبار دابا هما تمشيو واقيلا غير الصغار. لا ما كاينش كلشي 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 واخا من 18 عام حتى 60 عام حتى 60 عام حتى 60 عام. ولا لا حتى انا نمشي. لا صافي العام الجاي ان شاء الله العام الجاي تقدمي ان شاء الله يا ربي. وين تنشوفكم تتزربوا تتزربوا هكا؟ ضروري الزربه لا ما زربتيش راه ما كاين والو. ولا لا الزربه والو لا خصك تمشي مع الشاف خصك تمشي مع الشاف. لا 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 حيت كيعطيوك التوقيت هنا ما عندنا لا توقيت لا والو كيعطيوك ساعه المكانه خصو يطيب الراس ويطيب كلشي وتوج بالتوقيت. ولا كان داك راه الشرف واش واخا ماشي سوقهم والله. لا طب ولا ما يطيب التوقيت هو هذاك هزوا يديكم صافي هزوا يديكم صافي. لا هما كيعطيوك واحد بحال دابا هما راه كيراعيو ملي كيعطيوك شي مواد كيراعيو شنو هو بحال دابا الراس لا كان شحال غيطيب ولا اللحم ولا الدجاج ولا هذا كيشوفوا كيشوفوا على حساب شحال غيطيب. لا برنامج راه كيشتي لا عمتي عطاتك داك الشيء بالتفاصيل. لا تبارك الله تبارك الله راه برنامج عالمي ماشي غير ديال المغرب كيشوفوا عالمي. وانا النهار انا قلت لك اللي خرجت ولقيت واحد الصدى كبير فاش شافوني الناس كنبكيو الناس كتعرفني بزاف عيطوا لي مساكن بكاو معايا كلشي بكى معايا كلشي. تبارك الله عليك. ايوا هذا كانت تجربه زوينه بزاف لينا الشرف لينا الشرف. الله يبارك فيك لا خصيت انا لي انت انا لي الشرف نجي عند الحجه الله يبارك فيك الله يبارك فيك. وشرفتينا باسم برنامج ماستر شيف واحد البرنامج اللي هو متميز متميز وكبير القناه الثانيه طبيعه الحال. وكنشكر من هنايا لي الشاف الشاف موحى والشاف مريم والشاف خديجه وكنشكر بزاف القناه ديال المسابقه ديال ماستر شيف لان تحت لي واحد الفرصه كبيره. وشكرا للجميع ولي كونديدا ديالي اللي كنعرف كلهم صحابي وتحياتي حتى انا ليهم تحياتي ليهم حتى انا تحيه من عندي. ولكن خصهم الوالده يدوك تشاركي وان شاء الله يا ربي الوالده خصك لا صافي ان شاء الله غير قرب انا نقولها لها نمشي معاها ان شاء الله بها دابا لاله امينه غادي تردي راسي طيب ايام بعد ما درنا غادي خصو واحد الساعه بعد ديال المكانه. انا درت الماء درت العطريه كلشي وغادي نردوه يطيب ان شاء الله بحول الله. دابا لاله امينه من بعد تردي راسي طيب ان شاء الله غادي تضربي شي دوره انت والوالده هنا في اي مرحبا ان شاء الله. انا راني عجبتني المنظر شاريوها الجرده ديال بنتي وتشوف لا تبارك الله شي زوين اول مره كنجي لهاد المنطقه. سالوا معنا المشاهدين اي هادشي اللي كاين. مرحبا مرحبا. دابا صافي ملي درنا المقادير وكلشي غادي نردو الكوكوت ديالنا طيب لمده واحد الساعه ديال المكانه ان شاء الله بحول الله. ايوا يلاه نمشي دابا نضربو دويره. يلا يلا مرحبا بسم الله يلا. لا لا امينة هنايا الدنيا غزالة سيدي دير الزهر شوية تبارك الله عامر غزال هادشي تبارك الله عندكم. الشجرة ما كنفهم فيه والو ياك هادشي تبارك الله. الشريطة لالا امينة هادي كامل تقريبا هنايا كلشي الديسير كامل اللوز وقيلة اللوز كاين اللوز راه الفوق حتى وضيف البلاد دايرة بالزيتون. الحمد لله ملي كتكون عندك البلاد راه ما تبقى تخصك حتى شي حاجه. لا الحمد لله تيكون البلاد يكون الماء تبارك الله حتى الماء تنحي تيكون الماء تيكون زوين والماء هو كلشي. الحبيبه الماء هو تبارك الله هو كلشي لما كان الماء هذا هو الوز لالا امين. هو هذا الوز هو هذا وبيبي هذا الوز بيبي راه هذاك اللي طلق جناحه حتى هذا الكحل حتى هذاك بيبي والحجل هو هذاك والحجل هذاك اللي ملهيه
هذاك هو الحجل. هادشي زوين تبارك الله. زينيا كاين الوز والبط وكاين الكنار، كاين ثلاثه ديال الانواع، كل واحد كيفاش داير فيه. هاد البيضه هادي ما حتى هي بزاف الشام مغيره عليهم. بزاف بزاف. تبيبي تبيبي راه تيكون في الكل. هذا هادي داكشي بحال هادي تادي سبحان الله العظيم. وكاين طاوس بيض سبحان الله العظيم، كاين في كله بيض. اه تقريبا ما كاينش بزاف في المغرب، كله بيض. كل قليله عاد تتسقى. داكشي القنيه. ها وقفات وقفات. ها بيبي ها وبيبي جا. الدنيا غزال عندكم هنايا بيبي. الله الله يبارك فيك. حتى دابا الربيع تنبقاو نقولوا له بيبي عيشه ماتت وتبقاي بيبي بيبي عيشه ماتت. شكون هاد عيشه هادي اللي كيذكروا هاد عيشه مسكينه؟ ما عرفتش بيبي عيشه مسكينه والله الا كنا تنقولوها لبكري والله العظيم كنا تنقولوها لبكري تنقولوا بيبي عيشه كلهم ماتوا. عيشه ماتت وتبقى قرط قرط قرط. غير كيسمع الصوت مرتفع تيبدا يغوت. راه الحجل هرب. هذاك الشيء غير كيقولوا ديك عيشه ماتت. الحجل مشى. هذاك الحجل اه هذاك الحجل شو القنيه مسكينه عيات وتجبدات. واحد اليامات كان عندنا الحنش هنا في الحنش في البلاد كان ما كيخليش قنيات. راهم الوليدات ديال القنيه راهم راهم ما تيخليهاش كاع. الوليدات القنيه راهم ها هما قدامك هما قدامك. دابا عاد واقيلا واش مشى بحاله ولا داك الشيء عاد شويه بقات كتبان قنيه لاخاطش هما تيحفروا تيولوا كيحفروا بالصح. اي وحده يمزي قريبه لا لا الولادها فين ولادها كاين باينينش الطوس هذا ذكر. اه دابا الطوس مولي تيكون فيه الريش مزيان. هاكاك دابا ها نتوا ها هي ها هما ها نتوا تراهم نتوا كتكون كتكون اه تتكون ما فيهاش تتكون قرطيطه ما تكونش عين فيها ذاك الطواسه كبيره. الطوس هو الجميل في الطيور هو اجمل طعام. شو هاد البركه؟ مرحبا بك لاله امينه. الله يبارك فيك. شو هاد البركه تبارك الله كي مزوقه. الله يجازيك هادي راه بركه. الله يكثر خيرك الله يحفظك. كنار ايه هذا كنار. هذا هو الكنار. هذا كنار كاين الكنار. يا سبحان الله العظيم هذا اول مره كنشوف انا الكنار مباشره الوز وداك الشيء شايفه وهادو لا. هادو تقريبا غير العام فات يلاه ولدو بيضت واحد سته وقلقت عليهم وخرجت النيت سته. سبحان الله العظيم كل شيء عاش. سبحان الله العظيم الله يا ربي سبحان الله العظيم. لا امينه اييه نعم نشوفوا ذاك الراس واش طاب. يلا نمشيو نشوفوا يلا ذاك الشيء دابا راه داز تكون واحد الساعه ديال المكانه يلا نمشيو نشوفوه. دابا من بعد ما حلينا على الكوكوت لقينا الراس طار. الكامو اللي ذكرت قبيله هو هذا كنديرو حتى لاخر لحظه باش ما كيعطيناش ديك المروره ديالو غير شويه. كتبين كم هو التالي؟ هو التالي كاع حتى كنطفي عليه كل شيء حتى كان زعما نحل الكوكوت ويطيب الراس صافي كندير الكمون ونخليه يغلي شويه. دابا صافي وجد. دابا وجد الراس صافي هانتوما كي كتشوفوا الراس وجد طاب كل شيء. درنا الكمون غيغلي واحد جوج غليات ثلاثه وغادي نطفيو عليه وان شاء الله وشهيه طيبه. الله يعطيك الصحه يا احنا وياك. لا لا امينه الله يعطيك الصحه. صحتكم الريحه كتحلم. اييه تبارك الله تبارك الله ما شاء الله. صحتكم تفضلوا كنقدم لكم الراس اللي طيبت هو هذا هو وجه. صحتكم كاع ما كاين معنا المصور سفيان. اييه يا شوفوا شويه وانتم دابا اللي غتذوقوا. بسم الله بسم الله على بركة الله. سير راه كتلقي في الجناب سميكين. اييه داكشي غتعطيني دابا دوزو لفترة التذوق دابا غتعطيني الرأي ديالها. بسم الله تبارك الله عليك. ها؟ والله تبارك الله عليه داكشي بين غزال. صحة وراحة. تبارك الله عليك تبارك الله عليك. صحتكم. إن شاء الله. يلاه قولوا للمشاهدين مع السلامة. بالسلامة عليكم والله يهنيكم والله يحفظكم ويستركم وينجيكم من الآفات ويحفظكم محفظ اللسان بين السنان. وتبارك الله عليكم. الله يهنيكم المشاهدين وكنتمنى الوصفه تعجبكم وتطبقوها ان شاء الله في الدار وبالصحه والراحه. السلام عليكم المشاهدين وكنصحكم تجربوا الوصفه سهله وزوينه.